من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما ضاقا من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه لواسي مهموما ضاقا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين الكون السلام من إمام المرسلين سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفة ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفة ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترف إنه طهر تسامى رحمة للعالمين